السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ارض الوطن وخارج ارض الوطن جينا لهنا في هذه المناسبة هذه العواشر ديال العيد الاضحى المبارك. درنا واحد الزيارة، واحد الرحلة عائلية، مشينا للسخونات والسخونات ايوا، وزين ندير واحد ندوز واحد النهار شويه نتحمموا تما. كي كتشوفوا معنا دابا حنا هنا وصلنا للواد ديالهم، العائله ها هي فين مشات، راه هما مشاو لهي. اللي قدي هبط مع الواد مشى مع الواد، اللي قدي طلع مع داك الجبل كاين واحد الطريق تما يمشي. المهم انتم الاخوان كي كتشوفوا معنا امور دوز بخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنمشيو نتحمموا وندوزوا واحد النهار ان شاء الله يكون زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا متزبطيوش، دينا العوين ديالنا ودينا الامور اللي غتخصنا. هانتوما اخوان احنا غاديين، هذا هو الواد. ولتذكير الاخوان بان السخونات تتواجد بجماعه ايتلمان، ايتلمان باقليم صفرو، عفوا اقليم بولمان، اعتذر اقليم بولمان. هاد الحامه هادي كتشبه دوك الحمات بحال مولاي يعقوب اللي كاينه في فاس، ومولاي يعقوب اللي كاينه في اقليم بولمان جيت اوطات الحاج. اللي بغى يجي لها كيجي على بولمان، كيجي على بولمان و ويدخل طريق موزة المرموشة ويهبط عندها على واحد الدوار تيقولو اسوكا او اسوشا، ولا على طريق تيلميرات اللي هي ادرج صفرو تازوطا، هي هادي الطريق ديالها يوصل ليها. الماء انتما كتشوفو الماء، نقطعو الماء دابا راه دافي. تما راه كيجيو الشباب لهنايا، كيجيو الناس من مختلف الاعمار. هذا كان واحد المشروع ديال الوطيل، دار واحد السيد من اهل المنطقة. احنا وصلنا لهاد الواد، نقطع عاوتاني المكان فين كيرتاح ولا النساء. هو الواد سخون دافي، انت دافي هاد الواد. حنا غادي نقطعو شتي دو البيوتات اللي كيجلسو فيهم، راه يجلسو الناس هنا غادي غير برا صافي الهواء الطلق. ما كاين البيوت الداخل كيتكرا ب 30 درهم والدخله هنا ب 3 درهم شتي، الدخله 3 درهم. حنا قطعنا الماء مناظر جميلة، راس بخلي كنت درت لكم واحد الفيديو عليها شحال هادي، نحط لكم الرابط ديالها. جماعة الحمام السخونة جامعة تيتلمان هي هادي. التوقيت قاد العمل الرجال من 7 ل 11 3 السبع، كذلك النساء من 11 صباحا الى 3 بعد الزواج.
التذاكر ديالهم الرجال النساء كثير. ثم الاخوان غادي نديرو تنشعلو كيشعل العافيه العافيه هيا باش نطيبو الغدا ديالنا ان شاء الله. عمي الحسن الله يكثر خيره مشى طلع لك الجبل فوق غنوري لكم فين مشى. مشى الفوق لهي جبنا العواد باش نطيبو الغدا ديالنا. جبنا العواد اليابسين حطب العافية. اخوان هانتوما درنا الكميلة ديالنا دخلت علينا النساء درنا الكميلة هانتوما كرينا هاد البيت شفنا المعدات ديالنا هيا ربيتها هيا فهمتي فرشناها تفريشه. المهم هاد البيوت كيتكراو ب 330 درهم 30 درهم كيتكراو فهمتي صورتها لداخل نخرج من برا باش تشوفوها. هما هاد البيوت لي كيتكراو 30 درهم النهار. حنا درنا الكاميرا غادي نحاول نبعدها شويه حيت اليد هكذاك باش العفيف ما تشدهاش باش ما تحرقش. هيا انتما كتشوفوا الرحله سيدي مزيان. بغا يدوز نهارو يجي لهنا راه نهار الماكين زوينه. نورات الشمس هادي نورات الشمس هادي كتعطي الزريعة عباد الشمس كما يسمونها عباد الشمس. ها الكوكوط ديالنا دابا كتصفر زعما اوكي غادي ندير
العافية. نزيدو شوية العافية. كنتقرر واحد الساعة حتى ساعة الأربع نتفعو عليها إن شاء الله. دابا غادي ندير الخضيرة ديالنا هي كتكون دابا راه تقريبا واجدة. هذا اللحم دابا غير هاد الخضرة بهاكا واحد ربع ساعة إن شاء الله غتوجد. تما الكوكوت ديالنا دابا راه الحمد لله على الخضرة. سي سمير تبارك الله عليه. الفلفلة دابا العيالات راه دخلوا للحمام مي يخرجوهم ندخلو حنا ان شاء الله نجيو ان شاء الله يلقاو كلشي واجد. يا العافية دابا واجدة. عطاو شي ربع ساعة ياك ولا تولد ساعة كاع صافي. واحد ربع ساعة ولا تولد ساعة ان شاء الله. وها الكاميلا وجدات ان شاء الله. الطياب طبيعي بيو كي لا بوطا ولا والو. هي دابا تحضر نحسبوا واحد ربع ساعة ولا ثلث ساعة ان شاء الله الامور تكون مزيانة. انتم كتشوفوا هاد الرحلة اللي ختمناها من الاكلة هادي طبيعية. ها الفكوز ها الفكولة ها السلاطة ها اللحم ها البطاطا. هذا سي سمير هو اللي تيقول لنا كلشي هادشي بيو كلشي طبيعي هادشي كلشي بيو. درنا رحلة عائلية نبدلو نخرجو شوية من الروتين ديال الحيط والديور. إيوا نتوما مرحبا بكم. إخوان ها الموقع ديال الحامة. هذا الموقع شوي اقرب وهذا انتم تشوفوا من فين طلعت. طلعت في هذا العائش حتى الفوق.
بنتي الصغيره. العائله الكريمه فاق صورتك داك الفيديو الفقاني ديال الحمى صورتها من الاعلى على البلاصه فين طلعت من لهنا. ايوا الاخوان انتهت الرحله ديالنا، احنا صافي غنمشيو في حالتنا دابا. مع السلامه، نتمنى ان الله يعجبكم هذا الفيديو ديالنا، هذه الرحله ديال اليوم الجميل اللي دوزنا رفقه العائله والاحباب. بارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.